يا نهار ازرق يا جدعان، يا نهار ازرق، يا عارف يا فاهم، انتوا فين يا اخواتي؟ تعالوا الحقوني. احنا الاتنين سكر نباتة، احنا الاتنين حاجة شربطاطة، بالانسانية مش بالتباتة. احنا الاتنين ده ما عندكش دم ياض، انت هو ياض. شفت يا عارف اهي زعلت، اهي مش قلتلك هتتضايق؟ خلاص يا عم هصلح غلطتي. صلح غلطتك ايه يالا، دي اختك يالا، ما تجوزلكش يا عم. ما عصوتش انت عبيط، هصلح غلطتي يعني هصبط الاغنيه. صبطها. احنا التلاته سكر نباته، احنا التلاته حاجه شربطاطا، يلا هرشه بالانسانيه مش بالتباته. ام 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 بس انتوا بتغنوا مش حاسين بالمصيبه اللي احنا فيها؟ هو اللي بيقولوا ام ام مصيبه ايه؟ ما الدنيا حلوه وجميله وام ام وزي الفل. خلاص خلاص يا ولاد التيتا، خلاص الايام الحلوه خلصت خلاص. ما تبطلي بقى طلاسم والغاز بقى يا ست شرهان انتي، وقولي لنا في ايه؟ في حد ضربك يا هرشه؟ لا. حد زعقلك؟ لا. في بتاع دليفري اتاخر عليكي؟ برضو لا. امال في ايه؟ ما تخلصي يا حاجه. الناس مالها؟ الناس ما انت حسن الاسمر، ما تخلصي. الناس بتقول علينا فتايين وبنهرف اي كلام وما بنفهمش في حاجه وحمير وبهايم، وكل الكلام اللي بنقوله فاتي فاتي. ايه؟ احنا فاتي فاتي. ماشي ماشي، ده كلام برضو يا ناس. ماشي ماشي، اهلا وسهلا بيكو اعزائي المستمعين في حلقه جديده من ولاد التيتا. ولاد التيتا اللي كل همهم انكم تبقوا مبسوطين. ولاد التيتا اللي علموكوا تبصوا للنص الكوبايه المليان. ولاد التيتا اللي كانوا بيضحوا براحتهم وفرحتهم عشان يبسطوكوا وينعنشوكوا ويضحكوكوا الضحكه بتاع الشكوكوا. وبعد كل التضحيه والانبساط والنعناشه يبقى جزاتنا كده. ماشي ماشي، معقوله معقوله يا ناس تتكلموا علينا في ظهرنا؟ معقوله كده في كل وسائل السوشيال ميديا تتكلموا علينا في ظهرنا ليه يعني يا جدعان؟ احنا فتايين يا رجاله، احنا فتايين يا ستات، احنا كلامنا كله فاتي فاتي. مش شاكرين يا جماعه، مش شاكرين، ما كانش العشم. بس لو احنا فتايين كنا طلعنا اعتذرنا وقلنا لكم معلش احنا غلطانين ومش هنفتي تاني. بس احنا بقى مش هنعمل كده، احنا هنستغل الموقف وهنكلمكم في حلقه النهارده عن اهميه الفتي وايجابياته. يا جماعه الفتي بالنسبه لنا مش مجرد حاجه بنعملها، ده اسلوب حياه، احنا شعب عايشين عشان نفتي اصلا. المصريين يا جماعه عندهم اخلاق بتمنعهم من ان هم يقولوا المصطلحات القبيحه، وانا اسف يعني في كلمه القبيحه دي عشان ما تزعلوش مننا، يعني المصطلحات اللي من نوعيه مش عارف، ما عنديش فكره، وانا ايش عرفني، وانا مالي. ولو مش مصدق جرب يا عم، جرب كده امشي في اي شارع واسال الناس اي سؤال مش حقيقي. مثلا يعني ايه؟ اسال واحد قول له سمعت عن وباء السلاحليب اللي ظهر في الفيوم؟ والله العظيم لا هتلاقي الف مليون واحد يقول لك اه سمعت عنه، ولسه ابن اختي قايم منه امبارح الحمد لله ربنا شفاه. واللي هيقول لك ان السلاحليب ده من المايه الملوثه، واللي هيقول لك ده اكيد حرق قش الرز. قش الرز ايه يا ابني؟ السلحليب ده كائن بربعوشي، انا شفته بعينيا اللي هياكله من الدود دول، طويل واخضر وهجم عليا والله العظيم. يا نهار ابيض، وعملت ايه ساعتها؟ عملت كده. كده ايه؟ عملت كده يعني. يا عم احنا في راديو كده ازاي؟ اه عملت لا آه ما تهجمش عليا يا سلحليب. وبعديها بقى بعد ما قلت له ما تهجمش عليا يا سلحليب دي، عرفت ان هو بيعيش في الانهار المالحه. الانهار المالحه، وده بيظهر طبعا في الاماكن الحاره زي روسيا كده صح؟ لا طبعا يا عارف انت هتفتي، هو خلاص بقى اي حد يتكلم في اي حاجه وكل حاجه. وماله يا فاهم لما افتي؟ ها وماله؟ هو في حاجه احلى من الفتي؟ وبعدين ما هو كل الناس بتفتي، مديرك في الشغل بيفتي، سواق الميكروباص بيفتي، بتاع الخضار بيفتي، حتى ابوك وامك بيفتي. يا لا عارف فكرتني بفتي الام والاب ده. فاكر يالا فتية امك الله يرحمها؟ اه كانت بتبقى جميله، والعيش كان بيبقى مقرمش وبتبقى حط عليها صلصه من يا لهوي، والتومه اللي بتروح ضربها وسط الصلصه دي، اي يا فتية امي. اه فاكر انت بقى فتية ابوك؟ يا نهار اسوح، ودي مين ينساها؟ ده الشارع كله فاكرها، ده كان يرزع حلة الكرنب من هنا وينزل بقى فتة 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 في قلب الناس، الفتية كانت تقلب الشارع. الله يرحمه، ده زمن الفتي الجميل ده. طب بقولك ايه؟ بما اننا جبنا سيرة فتي الام والاب، ما تيجي نسمع المستند ده وبالمرة نفتكر الذكريات الجميلة. قوي قوي طبعا، يلا بينا انزل لي بالمستند.
ولاد التيتا. ولاد التيتا. ما تقومي يا وليه تعملي لي كوباية شاي عشان اللي معايا دي قربت ايه؟ قربت تخلص. ما تقمت شوية يا راجل، في ايه؟ انت ما بتشبعش؟ سبع كوباية شاي تشربها بعد الغدا. يا وليه ما انت عارفة ان الشاي هو اللي بيزبطني دماغي. دماغ ايه كتكواكسة؟ انت فيك دماغ اصلا؟ وبعدين هو في دماغ في الدنيا بتتزبط بسبع كوباية شاي؟ ايوة طبعا، لان انا دماغي من عجائب الدنيا السبعة، فلازم سبع كوبايات شاي هما اللي يزبطوها. وايه بقى اللي مخلي دماغك مختلف عن دماغ بقية الناس؟ عشان كمية المعلومات اللي في دماغي توزن بلد لمؤاخذة. انا سيد لو سمحت. عارفة يعني ايه سيد لو سمحت؟ انا الناس سمتني لو سمحت من كتر ما بيقولولي لو سمحت. ممكن نسألك سؤال؟ انا مفيش معلومة مش في دماغي يا ماما. سيد، انا روحي في مناخيري لو جبت سيرة الشاي تاني انا هعمل مصيبة. سيبني بقى فرع المسلسل. خلاص اتنيلت ايه؟ اتفرجي. بابا بابا، عايز ايه يا ليدو؟ في سؤال واقف قدامي ومش عارف. اخس عليك يا ليدو، بقى ده كلام برضو؟ انا مش قايلك لما حاجه تقف قدامك تجيلي وانا افهمها لك؟ ولا انت نسيت الدراسات يا ليدو اللي كنت بذاكرها لك السنه اللي فاتت؟ انساها ازاي بس يا بابا؟ ما انا بذاكرها تاني السنه ده اهو، والفضل ده يرجع لحضرتك. وانا تحت امرك السنه دي يا ليدو، لو عايز اعمل لك ملازم زي بتاعت السنه اللي فاتت انا تحت. ايه ايه؟ تحت امرك. لا يا بابا، انا ابوس ايدك ابوس ايدك. بلاش ملازم يا بابا، والنبي الله يخليك. هو سؤال واحد بس واقف قدامي، هساله لك وجاوبني عليه وخلاص. ايه السؤال يا ليدو؟ قول يا حبيبي ما تتكسفش. ايه هي عاصمه البرتغال؟ البرتغال. ايوه، ايه هي بقى العاصمه؟ البرتغال يا ليدو. يعني ايه يعني؟ انت متاكد يا بابا؟ يلا يا ليدو يلا، انت هتصغر ابوك ولا ايه؟ طبعا متاكد. العايه يا ماما، يا ماما الحقي، بابا بيقول لي ان عاصمه البرتغال هي البرتغال وانا مش مصدقه. لا يا حبيب ماما، ابوك صح وعنده حق. ازاي بس يا جدعان؟ يا ليدو يا حبيبي يا ابني، مش الكويت عاصمتها الكويت وتونس عاصمتها تونس؟ يبقى بديهي البرتغال يبقى عاصمتها ايه؟ ايه؟ البرتغال. يا سلام يا بابا. طب لو افترضنا ان كلامك صح، ليه مصر عاصمتها القاهره مش مصر؟ ومين قال لك ان مصر عاصمتها مش مصر؟ فهميه النبي عبيره. هو احنا لما بنبقى في البلد وراجعين بنركب عربيات نازله فين؟ اللي بتبقى نازله مصر. يبقى مصر عاصمتها مصر. يعني القاهره دي طلعت مصيف ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا جدعان، انا مش فاهم الحقيقه فين. لا يا حبيبي، القاهره دي الاسم الشائع لمصر. الله ينور عليك يا عبيره يا حبيبتي، ويزيدك علم يا رب في دماغك ويزيدك تخن. مبسوط يا اخويا؟ جدا والله. ولو قمت هزيت الدنيا بس شويه كده وعملتي كوبايتين شاي هتبسط اكتر. قلت لك بعد المسلسل. الحمد لله. يا نهار ازرق، انت عطست؟ يبقى جالك التهاب رئوي. مش قلت لك يا موكوس ما تغسلش سنانك وتطلع في الهواء؟ التهاب رئوي ايه بس يا ماما؟ ده انا اتخبطت في مناخيري بس يعني. وبعدين التهاب رئوي ده كحه مش عطس، انا عطست. اسكت انت، ايش فهمك؟ لازم اعمل لك وصفه الحاج شلاوله. شلاوله ومين يا وليه؟ انت عايزه تضيعي الوقت؟ انت لازم تعملي وصفه الحاج شعلبي. ولا شعلبك ولا شلاولوها، انا ما عنديش حاجه اصلا. يا حبيبي دي وصفه هايله، شويه عسل على توم على ليمون وحبه فلفل اسود مضروبين في الخلاط مع ودن ارنب يتيم، ووصفه سحريه وهتجيب معاك في الاخر. ده انا جعت والله على الوصفه دي والله. قصدك هتجيب اخر يا ماما، انا مش هاخد القرف ده. صدقني يا ليدو يا ابني، مش هيريحك غير وصفه الحاج الشعلبي. وصفة الحاج الشعلبي وصفة مكارة وملهاش أخت يا ليدو. وانت ايش ضمنك ان ملهاش أخت؟ ما يمكن يطلع لها أخت وما كانتش قايله لك، ما هي مكارة بقى. تصدق يالا يا ليدو عندك ايه؟ ايه؟ عندك حق. حق ايه بس يا بابا؟ انتوا هتجننوني يا جدعان، بطلوا فتي بقى، انتوا فتيين قوي. بقولك يا سيد، كتف الواد ده عقبال ما اعمل له الوصفة. من عينيا يا ام ليدو. اوعى اوعى بقى يا بابا، سيبني والنبي، وحتى امك سيبني يا بابا. ولا 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 ليدو حبيب بابا، تعملش يالا كده عيب، انت كبير، تعملش زي العيال الصغيرة، احنا بنعمل كده عشان مصلحتك. طب خلاص والنبي سيبني، وانا هاخد الوصفة من غير ما تكتف. بجد ولا بت ايه؟ بت ايه؟ بتحور على بابا؟ بجد طبعا يا بابا. عيب على ايه؟ ايه؟ عليك. ايه؟ ايه عيب على حضرتك. ايه؟ ياه انا حاسس ان انا تعبان فعلا. مش قادر. بقول لك ايه يا بابا، ممكن تحط ايدك على مناخيرك كده؟ بص حط كده ايدك كده يا ليدو ولا كده؟ ايوه لا كده يا بابا، اي كدا؟ حاجه اي حاجه كده. ايوه انا عملت الوصف. هتشي ايه ده؟ عملت الوصف يا ماما. بابا عطس الحقيقه يا ماما، بابا شكله تعادى الحقيقه يا جدعان. طب الحمد لله انا عملت حسابي وكترت الوصف. لا تعديت ايه ووصفه ايه؟ ده الواد ليدو خبطني، الموضوع مش محتاج بوصفه ولا حاجه. مش عايزه دلع. هتاخدوا الوصفة يعني هتاخدوا الوصفة. يلا بقى يا بابا عيب، انت راجل كبير، ما تعملش زي الرجالة الصغيرين. يلا عشان مصلحتك. يلا يا حبيبي يلا خد وقت، ولا اجيب لك وصفة الشعلبي؟ ها؟ يا ابن الشعلبي. ولاد التيتا.
ولاد التيتا. أعزائي أحبائي مستمعين البرنامج الكرام، إحنا بنتكلم النهاردة عن الفتي، وعشان كده جبت لكم معايا الرائد من رواد مدرسة الفتي المعاصر. أول ما اكتشف إن العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، والوحيد اللي بيعرف يفرق بين اللب الذكر واللب النتاية، في حين إنه مفيش حاجة اسمها كده أصلاً، رحبوا معايا بأبو عريف الجيل الجديد القرموطي. مساء الجمال يا هرشع يا حبيبة قلبي. يا مساء الدلع يا قرمط العسل، عامل ايه؟ الحمد لله ست الكل يا بنت الغالي. قولي بقى يا قرمط، البداية كانت ازاي؟ الا مؤاخذة مش فاهم السؤال، يعني مين ليه الفضل في انك تبقى فتاي محترف كده؟ ابويا يا هرشع اول واحد زرع الفتي جوايا وحببني فيه. انت كمان؟ طب احكي لنا بقى ازاي. بص بقى ست الكل، انا ابويا بقى كان لازم يطلع اصيع مني في كل حاجه، واي حاجه انا عملتها هو عمل الاصيع منها، بس في الثمانينات بس على فكره. مشي بقى مع بنات وحارب ولف العالم وعمل مشاريع، ومشي بقى على الحيط وتشقلب وكل حاجه، واتقتل مرتين وصحي كل ده، وكان رجل الثمانينات الاول. ده كان جامد قوي بقى. لا جامد وانا حاجه، ده كان بيفتي. تخيلي بقى انه قال لي قبل كده انه مسك سمارت فون في الثمانينات، وانا طبعا ما صدقتش، لانهم اساسا في الثمانينات ما كانوش اخترعوا الشاحن ده. ما هو تلاقي كان جايب باور بانك من العراق. الله، انت عرفت منين يا قروبة انت؟ اصل بابا كان عنده واحد. الله يرحمه، ده استاذي، ده انا كنت اجيله كده كل يوم اقعد معاه بقى في المحل بتاعه عشان بقى اتكلم واتعلم منه. يعني واضح كده انك تفوقت على استاذك. الله، ايش معنى يعني؟ لان بابا اصلا ما كانش عنده محل. يا راجل انت يا فتاي عسل. والله شوف النعمه. طب بقول لك ايه بقى، قولي لي بقى ست هرشه، الحاج تيتا ده كان بيعمل معاكوا ايه بقى وانتوا صغننين كده عشان يطلعكوا بالحلاوه والجمال ده؟ معلش احنا بنتكلم يعني. ياه، ده كان بينزلنا الشوارع عشان نصطاد زباين. نشالين يعني؟ لا نشالين ايه يا قرمط، انا قصدي الناس التايه اللي اتصل على العنوان مش عارفاه. وانتوا بقى كان دوركوا ايه يعني؟ اننا نتوههم عشان ما يعرفوش يوصل للعنوان ده، ولا يعرفوا يرجعوا للمكان اللي هم جايين منه. يا سلام عليك يا هرشة، سجارة عناب عشان الصحصح. سجاير ايه يا قرمط، انت بتهزر؟ استنى بعد التسجيل وانا هظبط. لا مؤاخذة، كلام خدني كده، معلش احنا بنتكلم يعني. قول لي يا قرمط، انت بتجيب معلوماتك القيمة دي منين؟ انا بقى هقول لك، بس وعديني بقى ما تقوليش لحد عشان دي مصادر سرية جدا وممكن اتعلق فيها لو اتكشفت يعني. عيب عليك يا قرمط، محدش هيسمع الموضوع ده غير انا وانت وبس. قول بقى. من HNL. دي مخابرات؟ لا، ده حمادة نيولوك الحلاق بتاعي، هو ضعيف شوية في الحلاقة بس مفيش معلومة مش عنده. طب يا ريت تبقى تعرفنا عليها أرم. انت تأمر يا حبيبة قلبي. طب اجيل امك انا ازاي دلوقتي؟ ايه جاهبس، في حاجة ولا ايه؟ الواد شادي عايزنا قبله عند شارع السخسخة قريب من مرعي بتاع الكلمة كده، وانت جاي من بتاع. الله، سخسخ، ما تعرفيش الشارع ده اروح له ازاي؟ طبعا عارفة، عارف ميدان اللاشيء؟ ده اللي بين كوبري القبة وحمامات القبة. لا انت كده بعدت قوي، تعال اوصف لك العنوان بره عشان وقت البرنامج. ده انت كده هترجعنا للايام الحلوة. يلا ست الكل، والله مش عارف، بقولك افلاني بالبتاع الشرز اللي انت لابساه ده.